اللي خلى الفريب يغلى شويه ممكن دينار تونسي اللي طاح، خاطر احنا نجيبوا الفريب بالعمله الصعبه، دينار تونسي دهور برشا، معناها الازمه الاقتصاديه تاثر، المقدره الشرائيه نتاع المواطن التونسي زاد دهورت برشا، بما انه الغلاء اكتسح كل القطاعات، وليت الفريب معناها تمشي بصراحه، تمشي للاسواق الكاليتي الباهية تلقاها عند واحد ولا اثنين، والبقية كل ما تلقاش كاليتي سمحة. دونك التونسي يدور اي دور وبعد يجم يروح خاوية اليدين.